يا سيادة القاضي لا تتركوها، لا تتركوها تراوغكم هكذا. يا صدام، النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمة قطعت عطعوط الزو. وشكرا لكم، شكرا لكم. الواد ده هيبقى عسكري كبير قوي في الزبطية، هيظبطوك. سكوت، الدفاع يتفضل. ايه ده؟ الكابتن وائل جمعة جه؟ وائل جمعة مين يا ست؟ الدفاع يعني المحامي، عندك محامي؟ أنا هنا يا ست القاضي، حاضر عن المتهمة، ويا ريت ننسى اللي فات. ننسى اللي فات؟ بس بقى عشان هترفع أنا دلوقتي. بس بس اتفضل يا أستاذ. متشكر جدا سيادة القاضي، و أولاً أحب أعبر عن سعادتي لوجودي وسطيكم، ويا رب المرافعة تنول إعجابكم. اديله وردة يا واد وبوسه، يلا. بس بقى سيادة القاضي، حضرات المستشارين، السادة الحضور، وأنا وأنت برأس يا جدع، وسيد وسيد برأس يا جدع. لو سمحت ممكن تسكتها عشان مش عارف أركز. سكوت، أحسن. سكوت، ادخل يا أستاذ في الموضوع. سأدخل سيد القاضي. يرى ممثل الإدعاء، ودي رؤيته سيادة القاضي، أن موكلتي قد قامت بجمع مبالغ من المواطنين، ولكن هيهات ثم هيهات ثم هيهات. طب هيهات سجارة بقى لحسن خرمت نافوخي. سكوت، كمل يا أستاذ. في حقيقة الأمر سيد القاضي، أن الأهالي هم من سأوا رأيها وراحوا يتوسلون إليها. والنبي يا حاج قطاطة، والنبي يا خالتي قطاطة، خلي الفلوس دي عندي، خليها معاك وشيليها، ويمشوا ويجروا. يا بنت تعالي، يسيبوها ويجروا. سيد القاضي، وهنا للتوسل مكانة كبيرة في قلوب المصريين. ولما التوسل سيد القاضي؟ لتأخذ أموالهم لتستثمرها عندهم لثقتهم فيها. معلش أعيد دي تاني، لثقتهم فيها. كذاب كذاب وحيادك يا أستاذ الزامل. سياسة القاضي بقى، ما تسيطر شوية. سكوت. لثقتهم فيها وسيرتها العطرة وروحها النقية، انظروا إلى وجهها. معلش سيادة القاضي، انظر إلى وجهها. هل هذه تأخذ أموال من ناس عافية؟ دي تأخذ أموال عافية ازاي؟ منين؟ منين سيادة القاضي؟ كذاب كذاب في أصل مصر. أنا اللي ضحكت على الناس وخدت منهم الفلوس، مش كل حاجة أنا عملتها. أرجو إثبات ما تقوله المتهمة بمحضر الجلسة سعادتك يا فندم. يعني ما حدش من الضحايا إدالك فلوسه كده من نفسه؟ نفر. وما بتنكريش كمان ان انت خدت فلوسهم عشان توظفها لهم؟ جميل. يعني انت معترفه؟ نقدر مش معترفه بحاجه، وبطلب البوليس. انا بريئه، انا مظلومه، انا اتلعب فيا. انا مش هكمل مرافعه سيادة القاضي، لان كل حاجه بانت على وضوح. استاذن بشكل شيك عشان ما تحرجش اكتر من كده، ونتقابل في قضيه ثانيه ان شاء الله باذن الله. يا حبيبي الحمام على الشمال، خش على طول. بس بقى بس بقى، خلاص خلاص. عندك حاجه ثانيه عايزه تقوليها؟ مش كده يا جلاله الملك، في أيامك، في أيامك يا جلالة الملك اتبهدلنا من بعدك. رفعت الجلسة للمداولة. محكمة! أنا بريعة، أنا مظلومة، أنا اتلعب فيا. اسكتي بقى، خلاص خلاص. أنا بريعة.